السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا فاتن فؤاد، وان شاء الله النهاردة هنعمل شنطة هالو كيتي. شنطة سهلة جدا جدا وبسيطة، وتنفع لحاجات كتير، تنفع خروج وتنفع حضانة وتنفع دروس، ولو لو كبرناها شوية كمان تنفع مدرسة. هقول لكم الطريقة اللي تكبروها بيها، والايد دي كمان اللي انا عاملاها، الحلقة اللي انا حطاها في الايد دي كمان هتسهل لكم قوي حكاية انه المقاس ينفع لحاجات كتير، يعني بحيث لانه طبعا خيط المكرمية زي ما احنا عارفين بيعيش كتير جدا جدا، يعني متين قوي قوي، يعني مش بيبوظ بسهولة، فممكن المقاس يتغير والشنطة تفضل زي ما هي، يعني الايد تكون بقى قصرت يعني وكده. فعلشان الموضوع المشكلة دي يعني الحلقة دي هتحل الموضوع ده يعني، فتكفي معاكي بقى سنين كتير خالص، او لو بتعمليها لحد يعني بتبيعيها او حاجه كده هتبقى يعني مش هيرجع لك يقول لك طولي لي الايد. إيه كمان الشنطه من جوه، طريقه تركيب البطانه بتاعتها زي ما احنا شايفين كده مظبوطه وجميله. هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو بتاع تركيب البطانه في صندوق الوصف. انا ركبت الغطا بس معاكم علشان هو ملوش في مش موجود طريقته في الفيديو بتاع تركيب البطانة، لانها كانت شنطة بس من ملهاش غطا يعني. فاما البطانة من جوه الشنطة دي، الطريقة دي لها فيديو خاص بتركيب البطانة على القناة، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف لو حابين ترجعوا له. وهي اصلا طريقة تركيب البطانة دي منتهى السهولة، يعني هتحببك اصلا في عمايل البطانة. يعني في ناس بتحمل هم عمايل البطانة بتاعت الشنط جامد، وبتكره الشغل الكروشيه مخصوص عشان تركيب البطانة، شغل الشنط يعني. فالفيديو ده ان شاء الله يحببك في تركيب البطانة كمان بإذن الله، مش تحملي همها بعد كده. طبعا يسعدني جدا انضمامكم للقناه بالضغط على كلمه سبسكرايب او اشتراك المكتوبه باللون الاحمر تحت الفيديو. كمان هيظهر لكم جرس بالضغط عليها وصلكم اشعار بكل فيديو جديد بعمله. كمان يا ريت لو تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. وطبعا يسعدني اني اشوف رايكم في التعليقات وكلامكم الجميل اللي دايما بيشجعني وبيحفزني ان انا اقدم لكم كل حاجه انتوا عايزينها. يلا بقى نتوكل على الله ونقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. هستخدم خيط مكرمية مصري، هو خيط المعايا ده سميك مش رفيع خالص يعني، وهستخدم معاه إبرة رقم 5. تمام، هنبتدي دلوقتي نعمل الأعداد بتاعة الشنطة. هعمل الأول عقدة البداية بالشكل ده كده أو بأي طريقة تحبيها. تمام، وهعمل دلوقتي سلاسل بطول، أنا عايزة القاعدة اللي أنا هعملها تكون مقاسها تقريبا يعني 23 سنتي او 22 سنتي، وعرضها يكون 6 او 7 سنتي. فالمفروض انه الطول بنطرح منه العرض ونعمل به سلاسل البداية. طيب انا كده بالنسبة لي لو قلنا مثلا 22 سنتي ناقص 7 يتبقى 15، المفروض ان انا هعمل سلاسل دلوقتي بطول 15 سنتي. هبتدي اعمل بقى سلاسل بطول 15 سنتي كده كده. شوف كده نقيس، سبحان الله طلعوا 15 بالظبط. دول كام سلسلة؟ ده 5 10 14 سلسلة، علشان الخيط ده سميك. ال 14 سلسلة طلعوا لي 15 سنتي. طيب دلوقتي هعمل ايه؟ هرتفع سلسلة وهلفت الشغل وهبتدي اعمل هنا غرزة حشو، وهعلم هنا، جيب بس ماركر، دي الغرزة الاولانية دي هعلم. تمام، هروح على الغرزة اللي وراها وهكملهم غرز حشو لحد ما اوصل لأول غرزة هنا وارجع لكم نكمل مع بعض. خلصت كده في كل سلسلة غرزة حشو اهي لحد ما وصلت للغرزة الأخيرة، هنعملها مع بعض اهي. ادي أول غرزة حشو فيها، وهعلمها الغرزة الأولانية دي، وهعمل كمان 4 غرز حشو غير الغرزة دي، يعني الطرف هعمل فيه 5 غرز حشو. ادي كمان واحدة كده، 3 4
ودي الغرزة رقم 5 اهي. والغرزة رقم 5 برضو هعلمها. خيط المكرمية كل ما بيكون سميك كل ما بيكون التعامل معاه يعني عذاب، خيط ده سميك اوي. طيب دلوقتي بقى هكمل قصاد كل غرزة حشو من دول هعمل كمان غرزة حشو بالشكل ده كده. هو السطر الاولاني ده بيبقى صعب جدا، بعد كده الحكايه بتبقى اسهل من كده بكتير. هكمل لحد الاخر لحد ما اوصل للغرزه الاولانيه دي وارجع لكم نعمل التزايد اللي فيها. خلصت كده الناحيه التانيه كمان بغرز الحشو اهي. ودلوقتي وصلت لاول غرزه كنت عاملاها اللي كنت حاطه فيها الماركر، هعمل بقى التزايد في الناحيه دي كمان. هعمل هنا كمان مع الغرزه دي في نفس الغرزه الاولانيه اهي، هعمل معاها كمان 4 غرز حشو اهو. ادي اول غرزه وهعلمها. كمان هعمل 3 يعني 2 3 ايه دي الرابعة. يبقى كده الناحيتين بقوا زي بعض. معلش هو السطر الاولاني ده بيبقى صعب خصوصا التزايد بتاع الجوانب ده، بعد كده الحكاية بتبقى اسهل من كده بكتير. دلوقتي هنقفل السطر بقى، هشيل الماركر ده وفي نفس المكان هدخل المكان بتاع الغرزة الاولانية ده، هدخل كده وهسحب الخيط واخرجه واخرجه كمان من اللفه اللي معايا على الابره بالشكل ده كده. وبعدين هرتفع السلسله وفي نفس المكان هعمل اول غرزه حشو في السطر ده كده. تمام، اعلم بس الغرزه الاولانيه هنا اهي. ودلوقتي هكمل فوق كل غرزه غرزه حشو اهو لحد ما اوصل للماركر الثاني اللي هنا ده، وارجع لكم نعمل التزايد مع بعض. خلصت كده الناحيه دي بغرز الحشو ووصلت لاول ماركر كنت حاطاه في الناحيه دي. دلوقتي هبتدي اعمل التزايد بقى بتاع السطر ده. بيكون ازاي؟ بيكون فوق كل غرزه من الغرز اللي هي بتاعه الطرفين دول، الطرف ده والطرف ده، فوق كل غرزه 2 غرزة حشو. ادي كده اول واحده اهي وهحط فيها الماركر اهي. وفي نفس المكان في نفس مع نفس الغرزه دي هي ادخل كمان واعمل كمان غرزة. وبعدين انقل على اللي وراها فوقها برضو 2 في نفس المكان، ادخل تاني واعمل كمان غرزة. وهكذا هكمل ال5 غرز اللي كنت عاملاهم تزايد دول. هعمل فوق كل غرزة 2 غرزة وبعدين اعمل الناحية دي كلها من غير تزايد. الجوانب دي ميبقاش فيها اي تزايد، التزايد كله بيكون في الطرفين دول. فهعمل هكمل دول التزايد بتاعهم ال5 غرز دول هكملهم كلهم فوق كل غرزه 2 غرزه وبعدين اعمل دي من غير تزايد. ولما اوصل للماركر كمان هعمل فوق كل غرزه 2 غرزه من ال5 غرز دول، 5 غرز هعمل فيهم تزايد. وبعدين ارجع لكم نقفل السطر مع بعض ونشوف هنعمل. خلصت كده التزايد بتاع الناحيه دي وكملت الناحيه دي من غير تزايد، ووصلت لهنا كمان عملت 5 غرز فيهم تزايد اهم من اول الغرزه الاولانيه اللي كنا قايلين عليها. وطبعا الماركر بيتحط في اول غرزه وفي اخر غرزه، دي الغرزه الاخيره اهي هحطه هنا. انا تقريبا كنت حطيته غلط اصلا في المره الاولانيه، كان المفروض يتحط في الغرزه اللي انا قفلت فيها السطر. تمام، فهو كده انا حطيته في الغرزه الاخيره اخر غرزه التزايد في الناحيه دي. دلوقتي بقى هنقفل السطر مع بعض. ادخل كده في الغرزه اللي كنت قافله فيها السطر، اسحب الخيط واقفله، ولا سوري اسحب الخيط بمنزلقه كده، هقفل بمنزلقه بالشكل ده كده. وبعدين ارتفع سلسله وانزل في الغرزه الاولانيه فوق الغرزه الاولانيه دي كده اهو. شايفين ازاي؟ تاني هنزل هنا فوق الغرزه دي اللي هي اول غرزه في الغرز اللي هي في الجانب ده، ادخل كده واعمل اول غرزه حشو. وهكمل فوق كل غرزه غرزه لحد ما اوصل للماركر ده وارجع لكم تاني. خلصت كده الناحيه دي كمان بغرز الحشو اهي. ودلوقتي هنبتدي نعمل التزايد بقى بتاع السطر ده. هيكون ازاي؟ هشيل الماركر كده الاول وبعدين هنبتدي نقول بقى ايه التزايد. المره دي هيكون غرزه وغرزه، يعني غرزه حشو وغرزه تزايد، غرزه حشو وغرزه تزايد اهو. ادي اول غرزه اهي حشو عاديه خالص واحط فيها الماركر زي ما قلنا، نعلم اول واخر غرزه. تمام، الغرزه اللي بعد كده بقى هعمل فيها تزايد، يعني هعمل فيها 2 اهو
واحد في نفس المكان ادخل واعمل كمان غرزة. تمام كده. اللي بعد كده حشو. اللي بعدها تزايد في نفس المكان تاني ادخل واعمل كمان غرزة. وهكمل الناحية دي كلها بنفس الشكل كده. ولما اوصل للجانب ده هعمله من غير تزايد. تمام. ولما اوصل لهنا هعمل برضو واحدة حشو وواحدة تزايد زي ما عملنا هنا كده في الحتة دي. تمام. وارجع لكم نقفل السطر مع بعض ونشوف هنعمل. خلصت كده عملت التزايد كله ووصلت لاخر غرزة عملتها وحطيت فيها الماركر. ودلوقتي هنقفل السطر مع بعض. هدخل كده في اول غرزة واسحب الخيط واخرجه بمنزلقة بالشكل ده كده. وبعدين ارتفع سلسلة وهشتغل السطر اللي بعد كده ما فيهوش تزايد خالص. يعني انا على فكره انا كده وصلت للمقاس اللي انا كنت قايله لكم عليه في الاول اللي هو ايه اللي هو 22 في 7 اهو تقريبا كده جه خلاص اهو. بس انا حاسه ان هي لسه صغيره فهزود كمان سطرين اهو 22 في 7 فعادي بنفس الطريقه. انا كده كده هي دي النسبه اللي انا عايزاها. هزود عليها كمان شويه ممكن ازود سطرين كمان ويكون كده كفايه علشان تبقى مناسبه للشنطه اللي انا هعملها. تمام. فالسطر ده بقى كله هعمله من غير تزايد خالص. هعمله كله غرز فوق كل غرزه غرزه بدون لا تزايد ولا تناقص. ولما اخلصه واقفله زي ما قفلنا ده معاكم كده كمان وبعدين اوصل للماركر هنا للتزايد بتاع السطر اللي بعده هرجع لكم بقى علشان اقول لكم هنعمل التزايد اللي عليه الدور ازاي. يبقى كده في سطر هنعمله من غير تزايد ولا تناقص وارجع لكم تاني. خلصت كده السطر الاخير بغرز حشو بدون لا تزايد ولا تناقص زي ما قلنا. طيب دلوقتي هعمل ايه بقى؟ انا خلاص بالنسبه لي كده حتى شلت الماركر خلاص اهو، يعني اكتفيت بالمقاس ده لان انا يا دوب هعمل شنطه حضانه. فالمقاس ده بالنسبه لي كده كويس قوي اللي هو ايه طلع معايا دول عرض 10 سنتي تقريبا او ناقص حاجه بسيطه عن 10 سنتي والطول 25 سنتي. تمام. انا بالنسبه لي ده كده كويس. طيب اشرح لكم بقى لو عايزين تزودوا المقاس عن كده ان شاء الله تعملوها تجاره حتى اقول لكم تعملوها ازاي. الاول بس هقفل بقى القعده كده معاكم علشان كده خلاص بالنسبة لي خلاص خلصت. هسحب الخيط كده هفوت الغرزة الأولانية دي. واضح كده؟ هفوت الغرزة الأولانية دي وهدخل على الغرزة اللي وراها من تحت كده واسحب الخيط واخرجه وارجعه للمكان اللي جاي منه اللي هو ده كده. شايفين ازاي؟ ده المكان اللي جاي منه الخيط اهو. عشان تبقى شكلها كده ايه متناسق معايا ومظبوط زي ما احنا شايفين كده. هلزق بقى الولاعه لان انا طبعا قايله لكم قبل كده انه خيط المكرميه لازم التعامل معاه يكون بالولاعه احسن حاجه يعني ليه لتثبيته. اثبت الطرف الاولاني ده كمان الولاعه كده بيبقى جامد جدا وبيبقى شكله احلى من التنظيف بالابره اللي هي الابره البلاستيك دي يعني. تمام كده. شايفين كده القعده معانا مظبوطه وجميله جدا اه. طيب اقول لكم بقى لو عايزين تزودوها عن كده لو عايزين تزودوا المقاس عن كده تعملوا ايه؟ التزايد يمشي ازاي؟ احنا كنا المفروض انه دلوقتي كل السطور اللي جايه بعد كده هيبقى سطر حشو من غير تزايد وسطر فيه تزايد. والتزايد ده بقى ليه نظام هنمشي عليه مهما كان المقاس هنعرف ان احنا نظبط التزايد بتاع الاطراف بتاعنا ده. طبعا الجوانب ما فيهاش تزايد، التزايد كله بيكون في الاطراف اللي احنا كنا حاطين بينهم الماركر. طيب دلوقتي بيكون التزايد ازاي؟ احنا كنا عملنا في السطر اللي قبل ده اللي هو ما فيهوش تزايد كنا عاملين ايه؟ واحده تزايد وواحده من غير تزايد، وكنا بادئين بالغرزه اللي هي ايه؟ ما فيهاش تزايد. طيب المفروض بعد كده السطر اللي بعد ده هيكون اتنين حشو وواحده بس تزايد. تمام. يبقى كل ما بنطلع لبره كل ما بنزود المقاس وبنزود السطور بنمشي سطر وسطر. في السطر اللي بيكون فيه التزايد بنزود غرزه من غرز اللي هي ايه الحشو. تمام. يعني انا في السطر اللي هو ده كنت عامله واحده وواحده، يبقى اللي بعد كده اللي بعد ده هيبقى اتنين حشو وواحده تزايد، اتنين حشو وواحده تزايد لحد ما اوصل لاخر الغرز اللي هي بتاعه التزايد. تمام. طيب
السطر اللي بعده يكون مفيهوش تزايد، السطر اللي بعده يكون تلاتة حشو وواحدة تزايد، السطر اللي بعده يكون مفيهوش تزايد، اللي بعده يكون أربعة حشو وواحدة تزايد، وهكذا لحد ما نوصل لأي مقاس احنا حابين نعمله. تمام. طيب في حاجة بقى كمان مهمة جدا، انا مش عارفة بس انا بالنسبة لي انا بعمل كده على طول علشان تفضل معايا احس ان هي مظبوطة وماشية، يعني زي ما احنا شايفين كده متناسقة وجميلة جدا. هي يمكن في الاول مش بتبان، بس بعد كده لو زودنا في عدد السطور بيبقى فيها اوسع كده، لو مشينا بنفس الشكل ده وعملنا كل مرة التزايد او الحشو هو اللي الاول. يعني احنا في السطر ده كنا عملنا الاول غرزة الحشو وبعدين عملنا التزايد، لا احنا بنمشيها سطر وسطر، سطر بنبدأ بغرزة الحشو وسطر بنبدأ بغرزة التزايد. واضح كده؟ يعني انا كنت عاملة هنا غرزة الحشو الاول وبعدين التزايد، يبقى المفروض ان انا هنا هبتدي غرزة التزايد الاول، اول غرزة هعملها تزايد وبعدين هعمل اتنين حشو وبعدين تزايد وبعدين اتنين حشو لحد ما اوصل للاخر. السطر اللي بعد كده مفيهوش تزايد، اللي بعده هبتدي بغرز الحشو الاول، يبقى غرزة حشو وتلاتة حشو، سوري تلاتة حشو وواحدة تزايد، وهكذا. واضح كده الكلام؟ يعني اقصد انه بنبتدي مرة بالتزايد الاول في غرز اللي هي اللي فيها التزايد دي، ومرة بنبتدي بغرز الحشو عشان تفضل الاطراف مظبوطة معايا بالشكل ده. طيب دلوقتي بقى هنبتدي، انا عايزة احط الترابيز بتاعة القعدة دي كده، بحب احطها بصراحة لان الشكل حلو، احطها من بدري كده احسن علشان ايه تبقى سهلة. يعني عارفه تيجي ليه؟ بسم الله. هنسيبه الثاني. خلي شكلها حلو. ودلوقتي هنبتدي نعمل ايه الشنطة بقى، الارتفاع بتاع الشنطة انا هعملها بغرزة الحشو في اللفة الخلفية. تمام. ادخل في اي جانب، اي حتة، مثلا نبتدي من هنا المكان اللي قفلنا فيه السطر اهو، ادخل كده في اللفة الخلفية كده واسحب الخيط وارتفع سلسلة، وفي نفس المكان هعمل كمان ايه غرزة حشو في نفس المكان اللي عملت فيه السلسلة دي الشكل ده كده. ودلوقتي هكمل فوق كل غرزة غرزة حشو في اللفة الخلفية. شايفين ازاي؟ في اللفة دي، اللفة الخلفية ودي اللفة الأمامية، انا بدخل على طول في اللفة الخلفية هنا. هكمل السطر كله غرز حشو في اللفه الخلفيه وارجع لكم تاني. خلصت كده السطر كله غرز حشو في اللفه الخلفيه اهو. دلوقتي هنقفل السطر مع بعض بالشكل كده، في اول غرزه كنت عملتها هدخل كده واسحب الخيط واقفل بمنزلق اهو، وبعدين ارتفع سلسله بالشكل ده كده، وهنزل في نفس المكان بس في اللفه الخلفيه برضو اهو، واعمل غرزه حشو وهكمل الشنطة كلها بقى بنفس الشكل ده، اكمل الارتفاع اللي انا عايزاه. وممكن على فكرة ما اعملش كده، ممكن ما اقفلش كده علشان على فكرة ده بيكون احلى. على فكرة كمان بكمل غرزة حشو اهو في اللفة الخلفية، واروح على الغرزة الاولانية دي كده وادخل فيها على طول واعمل غرزة حشو واشتغل دوران 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 غرز حشو. وكده كده دي الحته دي هتبقى في الاخر في الظهر، فمش هتبقى باينه. على فكره انا بحب الطريقه دي اكتر من اني اقفل السطر وارتفع، لانه كده كده بتبان ما بيبقاش شكلها حلو زي ما يكون عادي يعني كده شغاله دوران. تمام. فانا هكملها كده بالشكل ده، هشتغل شغل دوران. وكده كده الغرزه الاخيره مش هتبقى تبان اصلا لان هي هتبقى في الحته اللي في الظهر. يعني شايفين حتى انا لو عايزه اقفله دلوقتي كده من غير ما ابينها، هقوم سحب الخيط ومدخلاه من هنا كده ومرجعاه لمكانه، فمش هتبان اساسا. تمام. هكمل بقى بارتفاع الشنطه اللي انا عايزاه، وامرجع هقول لكم عملت كام سطر.
خلصت كده ارتفاع الشنطة اللي انا عايزاه، وجاب لي ده المقاس اللي انا عاملاه، جاب لي لحد كام، 27 سنتي. المقاس ده 27 سنتي، دول 20 سطر. وانا في الحقيقة حسيت انها هتبقى زنقة قوي، فبعد ما اشتغلت يعني 5 سطور كده ورجعت فكيتهم تاني وزودت في القعدة كمان سطر بطريقة التزايد اللي قلتلكوا عليها. دخلت اللون الابيض علشان يعني ايه، اللون البينك خلص بصراحة. دلوقتي هنقفل بقى مع بعض السطر الاخير، هقول لكم ازاي علشان بقى ما يبانش. هنسيب الغرزة دي واروح على الغرزة اللي وراها، هدخل كده من تحتها واسحب الخيط، اسحبه بالشكل ده كده، وبعدين ارجعه للمكان اللي جاي منه اهو، وبعدين هقص الزيادة وهثبته بالولاعة وبس كده. هتكون كده الجزئية دي كده خلصت، شايفين شكلها كده مظبوط اهي. طبعا المقاس انتوا هتظبطوه بقى مقاس القعدة زي ما انتوا حابين. انا قلت لكم انا فكيت وزودت سطر كمان في القعدة. دلوقتي بقى هنبتدي نعمل مع بعض الغطاء بتاع الشنطة. هنعمله بنفس الطريقة اللي عملنا بيها القاعدة بتاعت الشنطة دي، يعني شكل بيضاوي برضو، يعني قطعة قاعدة بيضاوية برضو، بس هتكون يعني مايلة للدايرة اكتر شوية، يعني هتكون مش بيضاوية، او مش اضلاعها مش مقاساتهم مش بعيدة عن بعض قوي، يعني تكون قريبة من الدايرة. يعني ازاي؟ يعني بحيث مثلا هي تكون مثلا تكون 20 سنتي في نقول مثلا 15 سنتي، يعني هنقول 20 ناقص 15 يبقى 5. الخمسة دي هتكون، 5 سنتي دي هتكون مقاس السلاسل اللي هعمل بيها البداية، سلاسل البداية بتاعت القطعة البيضاوية دي اللي هنعملها. نعملها ايه؟ غطا الشنطة. هعمل عقدة البداية بالشكل ده كده، وهعمل سلاسل اللي تجيب لي بقى 5 سنتي. انا الخيط اللي معايا ده سميك، هنشوف كده، 1 2 3 4، هعمل كمان واحدة ونقيس، 5 سنتي تقريبا، 0.5 سنتي، مش مشكلة عادي. فهعمل بقى على السلاسل دي بنفس الطريقة اللي عملت بيها القاعدة البيضاوية دي لحد ما اوصل للمقاس اللي انا عايزاه، وارجع لكم تاني. خلصت كده الغطا بتاع الشنطة اهو زي ما احنا شايفين، بنفس الطريقة اللي عملت بيها قاعدة الشنطة. عملت دول 7 سطور، 1 2 3 4 5 6 7، دول 7 سطور اهم، والمقاس بتاعهم كان ده 22 في 17.5. انا بالنسبة لي هو ده الشكل اللي انا عايزاه، انه يكون يعني بيضاوي بس مش قوي، يعني يبقى شكل الوش كده، يبقى شكله حلو ان شاء الله. طبعا جربت على الشنطة علشان اشوف بالنسبة لي هو ده المقاس اللي انا عايزاه يكون على الشنطة. الشنطة طبعا انا عاملاها مربعاها كده، مربعة بقها، علشان هعمل لها لم الجوانب بالشكل ده كده، وهعمل لها رباط يلمها علشان تبقى شكلها يعني مظبوط، ما تبقاش بقها واسع بالشكل ده. تمام، فانا كده كده اهي، لو عملنا الغطاء اهو، لو ركبنا حطيناه كده بالشكل ده كده، هيبقى ايه، مغطي كويس بس، والجوانب بتاعت الشنطة ملمومة. تمام، طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ طيب نعمل مع بعض كده الرباط بتاع الشنطة ده. بجيب الشنطة كده زي ما احنا شايفين كده، اطبقها بالتطبيقة دي، شايفين ازاي كده، اخليها كده مفتوحة قدام المربعة كده، وبعدين اجيب الجوانب كده اقفلهم على بعض بالشكل ده كده، واحدد بقى الناحية اللي هتبقى الوش والناحية اللي هتبقى الظهر. ده هيبقى وش الشنطة اهو كده، مظبوطة تمام كده. هجيب بقى قطعة خيط، نفس الخيط اللي انا شغالة بيه، الخيط المكرمية، هو اصلا تخين قوي قوي، يعني ينفع كويس جدا انه يكون رباط. افتح بس كده الاول علشان اشوف المقاس، افتحها واشوف كده المقاس، وهزود شوية كمان يكونوا معايا كده زي دول كده للرباط، واقص بالولاعة
وبعدين هجيب الابره دي، ابره التنظيف البلاستيك دي، وابتدي اعمل اركب الرباط ده. هركبه ازاي عشان يلمهالي بالشكل ده؟ ده نص وش الشنطه اهو، بسيب غرزه او اتنين مثلا، اتنين، وادخل كده. شايفين ازاي؟ واسيب الحته دي كده مثلا، وبعدين اروح على اول زاويه في الشنطه اللي هي دي كده، تمام كده. وبعدين اروح على اسيب المسافه دي كده، ده هيبقى ايه؟ جانب الشنطه. ادخل كده، وبعدين اروح على نص الشنطه من ورا، النص بالظبط من ورا، قبله برضو بغرزه واحده، وادخل كده. وبعدين اسيب الغرزه دي واروح هنا كده، ادخل واروح للزاويه الثانيه هنا بالشكل ده كده، تمام كده معايا. وبعدين اروح للجانب الثاني من الشنطه في الحته دي كده اهو، ادخل هنا وبعدين اروح اخرج هنا قصاد ما انا دخلت في الاول خالص. يبقى كده عملنا رباط الشنطه اللي هيلمها لنا ايه بالشكل ده كده لما تيجي تتقفل. ايه، ممكن نعمل لها حته شداد، حته جلد شداد زي اللي كنت عملتها قبل كده في شنطه قبل دي، اللي هي كانت الوان دي، ممكن تتربط بس في يونكه كده بالشكل ده، ونحط لها خراصتين في الحته دي علشان ايه؟ علشان ما تفلتش. نركبهم في الاخر واحنا بنركب الاكسسوارات، تمام. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنركب غطا الشنطه. هقلب الشنطه ده كده ظهرها اهو، هجيب القطعه بتاعه الغطا دي كده، وهجيب ابره الخياطه برضو، الابره اللي هي البلاستيك دي، وهلضم فيها حته صغيره كده من الخيط الابيض. طبعا كده بالشكل ده كده مظبوطه، تمام. هنثبت من اول هنا كده، هطلع بالابره من هنا كده، هجيب الطرف ده الاول كده اثبته بالولاعه، وبعدين ابتدي اثبت الغطا بقى في الشنطه. هدخل كده من هنا، اكملها تثبيت كده. انا سرعت الفيديو بس عشان الوقت ما يبقاش طويل، لان الخطوات اللي جايه مش محتاجه اصلا يعني شرح، ويا دوب بس هنثبت الغطا خياطه كده وخلاص. وبعدين هقص الزياده، وبرضو هثبت طرف الخيط بالولاعه بالشكل ده كده. وبعدين هجيب القفل بقى واركبه، القفل اللي هو اللي انا جايباه للشنطه ده. افتح القطعه دي كده واركبها في النص، شوف النص بالظبط، واحطها في النص. فك القطعة التانية وركبها هنا كده، وبعدين اشوف هتتقفل على المكان اللي هتتقفل فيه، يعني اللي تكون الشنطة مقفولة فيه وهي متركبة كده علشان احطها صح. وبعدين افتح الغطا كده، واحط القطعة اللي هي بتثبت الشنطة، اللي بتثبت القفل لجوه، وبس. هنعمل دلوقتي بقى مع بعض الودن بتاعة الشنطة بتاعة القطة، ودن القطة. هعمل ايه؟ هجيب الخيط كده وهعمل الدايرة السحرية بالشكل ده كده،
اعدل بس كده تاني. خلصنا كده تقريبا الشنطة. دلوقتي هنعمل بقى الودان بتاعة القطة. هعمل كده الدايرة السحرية بالشكل ده كده، وبعدين هدخل بالإبرة كده جوه الدايرة السحرية واسحب الخيط وارتفع 3 سلسلة، تمام؟ وبعدين اخد لفة معايا على الإبرة وادخل جوه الحلقة دي كده واعمل عمود بلف، وكمان عمود بلف. هعمل 5 عمود بلف كده، 2 3 4 5، تمام كده. وبعدين هعمل كمان 3 سلسلة وانزل جوه الدايرة واقفل بمنطلقة بالشكل ده كده، واسحب الخيط هقصه بقى كده اكيد في حتة مثلا دي كده عشان هثبت بيها. اسحب الخيط كده وبعدين هشد الطرف ده بقى كده بالشكل ده كويس، وهجيب طرف الخيط اللي انا شديته ده، الطرف اللي انا شديته، وهروح كده هنا في اول غرزة ارتفاع كنت عاملاها سلسلة، هدخل من تحتها كده واسحب الخيط وبعدين ارجعه للمكان اللي خارج منه بحيث انها تبقى بالشكل ده كده. الطرف الاولاني ده اللي هو كان الاول خالص هنثبته كده، دي كده هتبقى ودن القطة. انا عملت كمان واحدة زيها هنثبتها بالشكل ده خياطة بإبرة التنظيف اللي هي دي. هجيب كده هبتدي بقى اثبتها كده على الغطا على الطرف كده خياطة بقى بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. بس كده هقص الزيادة واثبت برضو طرف كده، واعمل التانية بنفس الشكل. هبتدي اطرز بقى العيون باي خيط يكون متوفر عندك، لون اسود بس وخلاص، لو صوف ماشي اي حاجة. انا ده الخيط اللي معايا ده خيط سلسلة حرير. بنفضل نعيد كده ونروح ونيجي كذا مرة، هي سهلة يعني مش محتاجة يعني حاجة. يعني دي العين، وبنبقى نعمل العين التانية قبلها بنفس الشكل، وبرضو الرموش التانية هنعملها بنفس الشكل. انا هعمل معاكم واحدة بس، وهبقى اعمل التانية لوحدي علشان بس ما اطولش الفيديو عليكم، لان هي نفس الطريقة هي. الرمش الاخير بقى هنعمله بيكون صغير شوية اهو، هعمل التانية وارجع لكم. خلصت كده عملت العين التانية كمان طرزتها اهو. دلوقتي هنعمل بقى الفيونكة، ممكن نعمل فيونكة وممكن نعمل وردة، انا بفضل اعمل فيونكة. هعمل عقدة البداية بالشكل ده كده، وبعدين هعمل سلاسل 1 2 3 4 5 6 كفاية كده تمام. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هعمل غرز حشو، هعتبر الاخيرة ديت غرزة ارتفاع، وهعمل غرز حشو ادي واحد، هعملها كانها قاعده بيضاويه برضو، بس بقى المره دي مش في ظهر الشغل، هعملها كده عادي ومش مستاهله عدد، لان الموضوع مش مستاهله ماركرز يعني، لان الموضوع مش هيطول يعني، ده هو سطر او حاجه او سطرين بالكتير مش عارفه. هنشوف الوقت المقاس هيطلع معانا ازاي. اهي الغرزه اللي في الطرف بعمل فيها 5 غرز برضو اهي كده، 3 4 ودي الغرزة الخامسة اهي، وبعدين هعمل هنا غرز حشو 1 2 3، ودي الغرزة الاولانية اللي كنت عملتها اهي، هعمل معاها كمان 4 1
اتنين، تلاتة، أربعة. بس هقص الخيط وهبتدي اثبتها بنفس الشكل اللي بنثبت بيه على طول، وهجيب حتة خيط من اللون الأبيض واربطها كده من النص عشان تبان بقى فيونكة، وهقص الزيادة واثبتها برضو، وهبتدي اثبتها بمسدس الشمع زي ما انتوا شايفين كده، وهجيب شوية لولي من اللي هو النص ده واحطه على في نص الفيونكة. انا بحب احط اللولي على طول، لو عايزين تحطوه تحطوه، ما تحطوش براحتكم يعني. وحط كمان واحدة في الودن دي وواحدة في الودن دي، وكمان مكياج. دلوقتي هنعمل بقى الايد. دلوقتي هنعمل بقى ايد الشنطة. ايد الشنطة هنعمل سلاسل بالطول اللي احنا عايزينه. اهو هعمل عقدة البداية اهو، وهعمل سلاسل بقى بالطول اللي انا عايزاه لايد الشنطة، اي طول انتي تحبيه. هعمل سلاسل بالطول اللي انا عايزاه وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. عملت سلاسل بالطول اللي انا عايزاه، تقريبا دي سلاسل بطول متر ونص، يعني بالنسبه للمقاس اللي انا عاملاه الطول كله على بعضه تقريبا متر ونص. طيب دلوقتي هعمل ايه بقى؟ هرتفع سلسله وهلف الشغل وهشتغل في اللفه اللي في الظهر دي كده، وهعمل غرز حشو بطول السلاسل اللي انا عاملاها ديت، هعملها كلها غرز حشو بمنتهى البساطه، لان اصلا الخط فين مش هنحتاج اكتر من كده، هتبقى الايد بتاعه الشنطه يا دوب غرز حشو بس. هكملها للاخر وارجع لكم تاني نثبتها مع بعض. خلصت كده الغرز حشو بطول السطر، ودلوقتي هطوي الايد كده زي ما احنا شايفين وافردها، وعلشان نبتدي بقى نثبتها في الشنطه. اثبتها بابره التنظيف البلاستيك برضو وخيط مكرميه، وافضل اخيطها كتير رايح جاي كتير علشان اثبتها كويس زي ما احنا شايفين كده. عيد عليها كتير عشان تبقى جامدة. بس كده بقى هعمل عقدة لجوه واقص الزيادة والزقه الخيط كده. ودلوقتي هنركب بقى الحلقات. هجيب إبرة التنظيف البلاستيك دي باللون البينك بقى علشان أثبت الحلقة، بلزقها كده بالولاعة زي ما احنا شايفين علشان أثبتها يعني كويس. بخيطها في الجانب زي ما انتوا شايفين كده ليه؟ علشان لو اتركبت في القعدة، أنا كان ممكن أركبها في القعدة بسهولة وأنا شغالة، بس لو اتركبت في القعدة لما يتحط جواها حاجة بتتقوس كده، ميبقاش شكلها حلو خالص. في الجانب بتبقى مفروضة على الظهر وبتكون أحسن بكتير. دلوقتي بقى هنركب الحلقة دي بالشكل ده كده. ممكن اجيبها لكم على الهادي وانا بركب الحلقة التانية، اجيبها لكم على الهادي علشان تشوفوا طريقتها اوضح من كده شوية. هوريكم دلوقتي تركيب بقى الحلقة دي نركبها ازاي. بندخل كده بطرف الايد ونرجع من الفتحة التانية بالشكل ده كده، وبعدين نعديها من الحلقة اللي في الشنطة ونرجع نثبت الطرف ده هنا على الخط اللي في النص ده. ثبته معاكم اهو. نجيب الإبرة اهي وفيها خيط ملطوم، فيها خيط، ثبته بالولاعة كده كده، وبعدين ابتدي اخيط الطرف ده هنا اهو. شايفين ازاي هنا كده؟ اهو وارجع
واحدة كده، كمان مرة غرزة واحدة كمان اهي. بس بالشكل ده كده اتثبتت اهي في الخط اللي في النص، وكده خلاص بقت ركبت معانا الحلقة اللي هي المزدوجة دي. ثبت بقى الطرف ده، ممكن نعمل عقدة كده بس كده ركبت اهي. طبعا دي بتبقى كويسه جدا لو عايزين نطول او نقصر الايد، بدل ما نعملها وتطلع قصيره او طويله، الحلقه دي كويسه جدا. بس كده دلوقتي هركب لوجو هنا. بالابره والخيط كده خياطه على طول. لو عايزين تلزقوا مسدس الشمع ممكن تلزقوه عادي. بس كده خلاص. دلوقتي هعمل البطانة بقى بتاعت الغطا ده. بس هجيب قطعة قماش بطانة كده واقصها على المقاس، وهبتدي اثبت، احط مسدس الشمع شوية كده. بس كده هي شفافة شكلها مش حلو، فانا هزود لها قطعة كمان احطها لها على الحتة اللي هي السودة دي عشان شكلها مش عاجبني كده. هلزقها برضو مسدس الشمع على السريع كده، بس ده بيبقى تثبيت مبدئي بس علشان اعرف اخيط مظبوط، وبعدين اطوي الطرف كده واخيط بقى خياطة بالابرة كده رايح جاي لحد ما الفها كلها خياطة، وبعدين هكمل بقى تركيب البطانة زي ما قلت لكم بالفيديو اللي هو اللي في صندوق الوصف. كده خلاص خلصت شنطتنا الجميلة. أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه. أستودعكم الله ومع السلامة.